جديد مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة الخاصة من حديث دمشق، معي مجموعة من الشباب، حلقة حوارية شبابية بين شباب الوطن الواحد. سأستأنف المحور الثاني من حديث دمشق معك أستاذ وائل الحسن، أنت عضو عن حزب التنمية الوطني، كنت تتحدث أنكم كان لكم تواجد في الخارج، ذكرت لكم تواجد في إيطاليا، لماذا تتواجدون؟ ما الذي يقدمه لكم أن تكونوا خارج سوريا لحزب أساسا هو وليد بعد الأزمة ويريد أن يقوم بعمل وحراك سياسي داخل سوريا؟ أكيد كتير مهم وجود حزب اليوم أو تمثيله خارجي، كونه هو عم يلعب سياسة، فالسياسة هي ما مرتبطة بس بداخل سوريا، هي مرتبطة بالخارج قبل الداخل. فكان في مؤتمر هو مرتبط بالأحزاب الناشئة خلال أزمات أو الربيع العربي، يعني نحكي المؤتمر هذا هو ضم جميع الأحزاب اللي نشأت خلال هاي الفترة، وكان منهم هو حزبنا اللي قدر اليوم يبعث شخص يمثله هنيك، وبظن والممثل الوحيد كان من سوريا. يعني كثير مهم بحزب ناشئ ولساته قيد خلينا نقول الحراك السياسي انه يطلع يمثل خارجي. شو قدم لكم يعني بعد ما خرجتوا كما تقول؟ شو اللي تغير؟ شو اللي قدم لكم؟ ولما بنقول انه حتى لو قاطعتك انه كثير مهم بالسياسه، هذا له علاقه بالمواقف الخارجيه، بالتنسيق مع المبادرات الخارجيه، ام انه فقط هو تسويق للحزب؟ هلا غير هو انه تسويق للحزب، اكيد هو بيضيف لنا شيء لنقدر ننسق شيء ثاني هو سياسي، او هو التعامل مع منظمات، او ممكن يكون تنسيق حتى مع مبادرات اللي عم بتكون دوليه. طيب انت كنت تحت الهواء اثناء الفاصل عم تعلق على كلام قاله محمد التباع، وكنت بدك محمد التباع وكنت بدك تسال سؤال، رح اطلب منك تساله بلسانك لمحمد التباع. هلا كان سؤالي هو انه كنت عم تذكر انه انتم بس بتعملوا احصائيه او هو المرصد للمدنيين، فكان عندي السؤال هو العسكريين شو الدور اللي ممكن تقدموه؟ لا العسكريين احنا الدور اللي بنقدمه انه بنحاول بس كآلام نفسيه نزوره بالمشفى، اذا في جرحى اذا شفنا اهاليهم طبعا نداويهم بكلام، هذا الدور اللي عم نعمله للعسكريين. بالنسبه للمدنيين شو عم يكون؟ للمدنيين عم نحاول احنا باكبر قدر ممكن حاليه نفسيه او ماديه اي شيء بنقدر نقدم لهم اياه. يعني احنا بالناحيه اللي احنا تبعنا اهم شيء الحاله النفسيه، يعني هي الحالة النفسية لما كثير تكون متأثرة ضمن الأعمال الإرهابية أو الأعمال اللي عم تصير حراك المسلح اللي ضمن سوريا، هي الحالة النفسية اللي كثير بتأثر على المواطن. طيب أنا تقصدت إنه أعطيك دوري ولو مؤقتا، لأنه حابب فعلا تكون هي الحلقة حوارية شبابية، وخاصة أنكم بتمثلوا أحزاب، الواضح إنه كل حدا عنده اختلاف، يعني والاختلاف لا يفسد للود قضية بشكل الخروج من الأزمة السورية. لكن حتى نبقى بموضوع الجانب الطبي والإنساني وما يتعلق بالمعونات، برجع على عندك إدمون وتحكي لنا كان عم يحكي عن دور انه تكون الحزب برا سياسيا له كثير ميزات، لكن شو الميزات انك لما بتكون عندك وجود بالخارج؟ هلا وجود بالخارج بدي ارقام، بدي تعطيني تفاصيل وارقام للحالات الموجوده بسوريا ولقدرانين انتم تكونوا يعني تتعاملوا معه واللي ما عم تستطيعوا ايضا. لا بدي اوضح موضوع بالخارج، بالخارج لنكون واضحين تماما، الاقتصاد السوري كثير معتمد على المغتربين السوريين من قبل الازمه. صح. المغتربين السوريين لهم دور كبير، وهذا هو دورهم بس اللجنه الطبيه السوريه، هم ناس عم يبعثوا مساعدات لاهلهم بشكل منظم فقط، يعني ما حتى ما يكون الموضوع فوضوي. بدك الوضع الاغاثي بسوريا، حكيت لك انه عن صعوبته بس بعطيك بالتفصيل، اللي هو هلا مثلا في نقص بحليب الاطفال، وانا توجهت لمنظمه اليونيسف وحطيت هذا التعليق، طلبت منهم حليب الاطفال، فقالوا انه ما فينا نقدم، سياسه اليونيسف ما فيها تقدم حليب اطفال لانه النازحين ما عندهم موضوع النظافه ما بيقدروا يامنوه، ف يعني ما بعرف شو الربط بيناتهم، بس هيك كانت الحجه. رحنا على منظمة الصحة العالمية WHO كمان مشان يحاولوا يساعدونا. في عنا مسألة كتير مهمة هون بسوريا، انه انت بحاجة لتكون مرخص اول شيء بالدولة، يقول هذه ممكن تكون موجودة بكل دول العالم، بس موضوع المساعدات من الخارج كتير في مش عم يحاولوا يصعبوها، بدها موافقات وغالبا عم تجي بالرفض. طيب يعني شو السبب؟ انه اذا خايفين من جهه سياسيه انه يكون لها اجنده بيقدروا يرقوا الاجنده. بحكي عن الامن، الامن السوري بيمنع وصول اي مساعدات من الخارج، دائما اي مساعدات من الخارج مشبوهه، بتعرف نظريه المؤامره اللي موجوده دائما، طبعا في موجود مؤامره حتما، يعني ما في دوله مجاوره لاسرائيل ما عليها مؤامره اكيد يعني.
بس يعني مو معقول هذا الشيء يأثر على حياة الناس. نحن اليوم الشعب يعني السوري كانوا يخشون من أنه عندما تدخل هذه يعني المساعدات قوافل المساعدات أنه يكون تملي فيها شيء آخر. لا ولا كانت التمويل المادي تماما كتمويل مادي حتى قبل الوصول. هذا موضوع القوافل المساعدات وهيك بتحكي فيها دول عم يحكي إلنا نحن كمساعدات بتجي لنا. لنحكيها بصراحة معظم المساعدات بسوريا كانت معتمدة على الشعب السوري في الداخل. الشعب السوري في الداخل هو اللي كان عم يساعد أخوه. لنحكيها هيك بتبني المساعدة الذاتية 90 أكثر من 90% اعتمدنا على الناس هون المرتاحين ماديا. خلص انهك يعني الشعب السوري انهك يعني. فليش أي دائما في إشكالية ونظرة ارتياب لأي مساعدة تجي من الخارج حتى لو من سوريين بالخارج يعني. هلا التحويل مراقب من الخارج ومراقب من الداخل كمان. عندنا هون مراقبة أمنية على كل. طيب رح انتقل الأستاذ ماهر مرهج. أنت الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري فقط سياسيا تعملون هذه الجوانب الأخرى عندكم؟ نحن حزبنا بالبداية حزب اقتصادي اجتماعي يعني. نحن توجهاتنا الرئيسية قبل ما نفوت بالسياسة اقتصادية اجتماعية. نحن أول حزب بيطالب بترخيص مظاهرة وبعد ما رخصت المظاهرة ألغيت واعتصمنا أمام الحزب وأقمنا المظاهرة. المظاهرة ليست سياسية، مظاهرة موجهة لرئاسة الوزراء ولوزارة الإسكان لحل مشكلة الاستملاكات والسكن العشوائي والتعاون السكني وعدة مطالب يعني. وكان النتيجة أنه فيكم تقابلوا وزيادة الإسكان يعني. أنا من كلمات لي يعني وقفتني يعني بالكلامك أنه ما عندنا شيء نخسره، فبالتالي كان أساس للتحرك. ليس نحن لا عندنا، بس يعني في شريحة كثير من الشباب يعني حكيناها ببداية الأزمة يعني في شاب عم يطلع بالمظاهرة يعني لما صار حوادث عشناها نحن، لما صار إطلاق نار هذا الزلمة بده يموت. طب ليش؟ يقول لك أنا ما عندي كشك بهالبلد خليني يموت. وشاب مو حيالله ما له اوفر، شاب مخلص جامعه ما لقى وظيفه شغله بسبب فساد متراكم. ممكن انا لظرف او لاخر خلصت هندسه اشتغلت، غيري ما اشتغل يعني. هي الفرصه الغير موجوده اللي الشاب السوري عم يخلص هندسه يطلع الاول عم يصفى بلا شغل، واللي طلع الاخير او نجح بالواسطه بالجامعه كلياتنا بنعرف بعض بالنهايه عم يستلم منصب ويصير مدير ويصير يوظف ناس بعد فتره. هذه التراكمات الكبيره بالاضافه الى لنقول قتل السوق الاقتصادي بسوريا يعني. نحكي شوية اقتصاد الكيل على الاقتصاد. نحن عندنا نشاطات كثيرة، اقتصاد عامل مهم اقتصاد يعني وأساسي أساسي يعني. نعم. يعني طرحتي أنت طرحه الحكومة السابقة اقتصاد السوق الاجتماعي. طيب نحكي كنظرية، هاي النظرية صح طبقت بأوروبا وأنقذت أوروبا بعد الحرب العالمية. ولكن ليش بسوريا ما نجحت وتم الاستمرار وإشرنا لها كذا مرة أنه هاي النظرية في شيء غلط بالنص؟ 10 سنين استمرت ما في بنية تحتية. محمد تبع، أنت من اللي بيشتغلوا واشتغلوا كمان يعني علمت على الأرض واحتكيت ربما بأمور تعتبر قاسية لأي حد. لما بدنا نحكي عن شغلكم على الأرض فينا نقدم أولويات بالتعامل مع من تصنفوهم ضحايا إرهاب وضحايا عنف؟ هلا طبعا احنا انتبزنا من فئة من المجتمع يعني بسبب موقف معين أو تصريح معين كان في إنا انتبزنا من فئة من المجتمع السوري. طبعا احنا عم نحكي هل هذا الشيء اللي احنا واجهتنا فيه صعوبات، حاولنا الشرخ اللي صار بيننا وبين المجتمع السوري او الفئة من المجتمع السوري انه نصححها. حاولنا بمدينة حمص محافظة حمص عملنا مثل مؤتمر لمصالحة ومسامحة بين افراد المعارضة وافراد المحسوبين على الحكومة. هن الافراد بالنهايه من المواطنين، لا لهم علاقه بهيئه المعارضه ولا لهم علاقه بهيئه سياسيه. حاولنا نمل فيهم روح المسامحه والمحبه بيناتهم مثل رجع الالفه. احكي لي عن مشاهداتك على الارض بما يتعلق بعملكم. تمام، احنا مشاهداتنا احنا كنا يعني مكان تفجير، مكان عمل كان في اشتباك مسلح. احنا هون بعد الاشتباك نتواجد ضمن المنطقه لنشوف شو في ضحايا، كيف هالضحايا صارت. احنا مثل ما خبرتك بالاول احنا نبتعد عن ان كان المصاب عسكري او من المعارضه. طبعا احنا بنشوفه بس ما بندخل بتفاصيل الحديث، وانما احنا بندخل بتفاصيل المدني اللي استشهد او اصيب. كيف اصيب؟ شو سبب اصابته؟ من هذا المنحل احنا. هل اذا كان هو شهيد بنحاول احنا نشوف الاهل، بنقدم لهم دعم نفسي، دعم مادي، يعني شو بنقدر احنا من دعم نقدم لهم. نحن اكثر شيء نحن ممكن لحد الان انتم عم تشتغلوا قادرين كنتم تعملوا ولا لا؟ لا حد الان ضائلت كثير 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 عنا فرص العمل بسبب الاوضاع الراهنه. ومثل ما خبرتك نحن انتبهنا من فئه من المجتمع. طيب استاذ وائل الحسن، بدي اعرف منك انت لما بتكونوا موجودين
بتمثيل خارجي بتاخذوا معكم هيدا المعلومات إلى علاقة بالمنكوبين أو إلى علاقة بالحالات اللي ممكن تصنف نفسية أو حتى إلى بحاجة لمساعدات؟ أكيد بتساعدنا كثير هي، وبتلاقي حلول يعني ممكن إنه في تجاوب؟ هلا ممكن في حال كان المؤتمر عم يناقش هاي القضايا أكيد عم يكون في لحلول كثير عم تنطرح، وشي بيتناسب مع واقعنا السوري دائما بيكون الطرح هو بآخر مؤتمر عالمي عم يكون أو دولي خلينا نقول، فعم تكون هي مقترحات من حلول هن بيلاقوها من وجهة نظرهم بس ما بتنطبق على الواقع، بس ممكن تلاقي كمان في حلول هي عم تنطبق على الواقع. تحدث عن الدعم، دعم مادي، لأنه إذا بدك مساعدات إنسانية بمعنى الحاجات الأساسية فكلها تحتاج إلى دعم مادي، أو حتى إذا هن وفروا عليكم الموضوع وقدمت يعني الأشياء الأساسية عم بيكون في تجاوب عملي؟ هلا كان في عنا تجاوب كتير كبير خلال فترة شهر رمضان اللي هي كنا نحن عاملين في مشروع اسمه مطبخ التنمية، وكان في عنا السلة الغذائية، فهو كمان كان من خلينا نقول انه هيدا كلياته غالبيته انه جهود شخصية، حتى الدفع المادي كما فهمت منكم انتو كشباب الحزب عم تحطوه من عندكم او تحاولوا تأمنوه، ما في دعم اساسي خارجي ماديا لهذه المشاريع الصغيرة اللي تحدثتوا عنها، صحيح؟ هلا بداية هذا المشروع تحديدا اللي هو كان خلال فترة رمضان، كان بدايته هو فكرة من الشباب منا نحن اللي طلعنا نحن فيها بالبداية، وكان هو تمويل ذاتي، بعدين تطورت لانه وصلنا كان في عنا دعم نحن داخلي، يعني كان في عنا دعم حدا من التجار او كان من العوائل اللي عم تشوف هذا المشروع وتساعدنا فيه، بعدين انطلق خارج. هذا المحور الثاني بحديد دمشق انتهى، رح نتحول بعد الفاصل لمحور ثالث نتحدث فيه اكثر عن السياسه، عن دوركم السياسي، عن تمثيلكم بالحزب، وعن قدرتكم اساسا بان تكونوا لاعب اساسي انجاز التعبير بالمعادله تغيروا فيها لوجود حل للازمه السوريه. اذا فاصل ونواصل حديث دمشق، فرجاء تفضلوا بالبقاء معنا.